مشاكل كابتن اسلام، يعني يمكن دي مش اول مشكله احنا بنعاني من المشاكل دي بقالنا سنين وسنين وسنين بصراحه. يعني زمال حشيش كده طبعا بتبقى مسؤوليه النادي نفسه، مسؤوليه اللاعب نفسه. لان انا عايز اقول لك اسلام، وانا كنت مع الانتاج الحربي فريق 2006، انا كنت رئيس القطاع موجود. كان عندنا ولد بيلعب باسم اخوه حقيقي والله، واخوه كان متوفي وانا ماشي اول، وهو لعب معايا يمكن حوالي 4 5 6 مباريات. انت تعرفش طبعا وانا ما اعرفش، بس انا هذكر برضك اسم واحد دقرم في الحاجات دي، فتحي عماشه. وكان شغال في انبي وقتها، وانا هلاعب انبي، يعني شوف الحظ، ادي اهلي وانبي وانتاج وانبي. فقبل المباراه قال لي يا كابتن ماهر انا عايزك جوه في الاوضه، فخدته كده في الاوضه عندي، وقال لي الواد رقم 4 اللي عندك مزور. اوكي. بيلعب باسم اخوه واخوه متوفي. انا بثق في عماشه عشرة عمر يعني بصراحه، يعني والراجل بيقول لي على حاجه يعني حاجه واضحه ومهمه. يعني انا اول قرار خدته اسلام ان انا شلت الواد من سكور، شلته خالص طبعا، وطلبت تاني يوم انه اجيب والده ويجي. ولعبنا المباراه. المهم ان احنا في السنه دي وصلنا مع النادي الاهلي في النقط والاهداف، وبعدين اتحاد الكوره عمل قرعه والاهلي كسب البطوله. لكن انا خدت قرار تاني يوم على طول ان انا الولد بره النادي. ده صح شاب خالص. اول ما تسمع مثل هذه الامور يعني طبعا ده تصرف رائع من شخص رائع يقدر يعمل كده، ولكن برضه لو ما تعرفش هتعمل ايه؟ بالظبط بالظبط. احنا عايزين بس نفرق بين حاجتين يا اسلام. اتفضل يا كابتن. في حاجه اسمها تدليس وفي حاجه اسمها تزوير. التدليس يعني لو انت مثلا في لاعب عندك واخد انذارات وموقوف ماتش ولعب، لعبته، واخد بالك ازاي؟ ده لازم الاحتجاج يتقدم في خلال 48 ساعه، لو ما تقدمش خلاص الموضوع خلص مهما كان مهما كان. انما حتى لو صح، حتى لو صح. أوكي. انما التزوير ممتد لو حتى من اول السنه او آخر في اخر السنة. دي برضو لازم الناس برضو يعني تفرق ما بين الاثنين. عموما الموضوع يحتاج الى حلقات وحلقات وحلقات بعيدا عن يعني نحن عندنا مباراه يوم الجمعه القادم امام مازيمبي، في اطار ارجع بقى اتكلم عن المباراه في اطار المباراه القادمه يا كابتن ماهر. عندنا مباراه او لعبنا مباراه وجهه نظري ان هي مباراه جيده، اعرف راي حضرتك وراي كابتن حشيش في مباراه مازيمبي من الناحيه الفنيه. يمكن احنا يعني اخر حلقه كنا موجودين معاك يا اسلام وقلنا ان النادي الاهلي ان شاء الله عنده اهداف كثيره جدا في المباراه ديت، خصوصا ان يعني المستوى كان في المباراتين قبل كده، وصعب النادي الاهلي يستمر على المستوى اللي هو المتواضع في ادائه بالنسبه للمباراتين اللي كانوا في الدوري العام. لكن المباراه الافريقيه بيبقى ليها تركيز اكتر طبعا، وليها دوافع اكتر، لان الدوري احنا زي ما اتفقنا وقلنا عندنا 7 مباريات ممكن النادي الاهلي يقدر يعوض فيهم بشكل كبير، ومعودنا على كده، كل ما في تاجيلات مؤجلات النادي الاهلي بيقدر يتفوق من خلالها وبيرجع للمكانه الطبيعيه وهي على راس الجدول. حقيقي. اما المباريات الافريقيه فدي بيحصل فيها تركيز بشكل كبير جدا اسلام، ويمكن بعض المحللين وبعض الناس ويمكن في زود التحليلي قالوا يمكن كان مستر كولر مركز على البطوله الافريقيه اكتر حشيش من بطوله الدوري العام. لكن لما قفلنا ملف الدوري العام بدانا نفكر في مازيمبي، وهو الراجل اتكلم حتى في المؤتمر الصحفي قال ان احنا شفنا مازيمبي اكتر من مره، وحتى هو اتكلم على مباراته مع افتكر مع فيوتشر مازيمبي في لقاءات سابقه ان كان ولا بيراميدز اسف كان حظوظ بيرمز اكتر من مازيمبي في حته المكسب. ودي يمكن بتدل على ان مستر كولر متابع بشكل كبير جدا المباراه الافريقيه والمنافس اللي هو هيقابل النادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا مستر كولر في المباراه دي كان عنده ظروف صعبه قوي كمان، الغيابات والاصابات اللي ضربت الفريق والنجوم، بس خلي بالك هي ما زالت موجوده مأثرة بشكل كبير. لكن طبعا احنا متعودين على لعبتنا ان هي في المباريات المصيريه اللي بهذا الشكل بيبان معدن وشخصيه النادي الاهلي، ففعلا لعبتنا كانوا في المباراه دي قادرين ان هم كمان يفوزوا، كان عندنا فرص اكتر من مازيمبي كانت ممكن تحقق لنا مكسب ب3 نقاط. لكن دي كانت النتيجه اللي احنا اتكلمنا عليها، لو ما كسبناش ناخد التعادل، وانا شايف ان 50%
من هذه المباراة التعادل بالنسبة لنا إيجابي، هيبقى عندنا 50% التانيين إن شاء الله هيبقى في القاهرة في وسط جمهورنا. أنا شايف إن شاء الله دوافع النادي الأهلي تقدر بإذن الله نكسب المباراة بشكل جيد. كيف ترى التعادل خارج الأرض يا كابتن حاج؟